جانب الفاينانسنج، التمويل بقى. وده الجانب الحقيقة اللي بيهمنا في الكوست مانجمنت اكتر، او الجانب الاساسي في الكوست مانجمنت. النهارده انت لما بتيجي تقول احنا عايزين ادي الكوست، الاكسبكتد كوست، التوتال اكسبكتد كوست بتاع المشروع، وادي البادجت وتوزيعها في الزمن. اوكي، اول ما ابتديت توزعها لي في الزمن ابتديت تقول انا محتاج مليون جنيه في اليوم ده، ونص مليون جنيه في اليوم ده، و100 الف جنيه في اليوم ده، و5 مليون جنيه في اليوم ده. اوكي، ابتديت عرفت انت محتاج كام. اي واحد من الناس اللي اونرز، اي اونر للمشروع، بيعمل التمويل غالبا من خلال ان هو بيجيب فلوس من مصادر اخرى. قليل قوي من الناس اللي بتعمل مشروع بيبقى في جيبه السيوله الكافيه اللي تغطي توتال اكسبكتد كوست. عماره مثلا هتتكلف 10 12 مليون جنيه، ما اعتقدش ان في واحد عاقل معاه 10 12 مليون جنيه هيكون سايبهم في الحساب الجاري في البنك، ولا حتى حاططهم في شهادات استثمار. كلام فارغ. اوكي، اكيد هو مشغلهم في حاجات تانية، او مشتري بيهم اصول، زي مثلا عنده حته ارض، عنده شقه، عنده عربيه، عنده ما اعرفش ايه. اوكي، فبالتالي هو لو من ال 12 مليون جنيه دول عنده واحد ولا اتنين سيوله في الحساب الجاري، يبقى لسه في بتاع 10 11 مليون جنيه لازم هيوفرهم من مصادر التمويل المختلفه. لازم نحط في اعتبارنا بقى ان التمويل ده له تكلفه، في حاجه اسمها تكلفه التمويل، فاينانسنج كوست. اوكي، تكلفه التمويل دي بتظهر ازاي؟ مثلا لو ان انت بتتكلم على ان انت عندك 3 4 مليون جنيه في شقه. اوكي، الشقه دي المفروض ان انت يا انت ساكن فيها، اوكي، وبالتالي انت بتستفيد من اقامتك فيها، ويوم ما هتبيعها هتروح تسكن في شقه تانية وتدفع ايجار، يا اما العكس انت اوريدي الشقه دي مأجرها وبتستفيد من الارباح بتاعتها، تستفيد من الايجار بتاعها. في الحالتين وانس بعت الشقه ابتدى عندك خسائر فلوس ولا لا؟ في تكلفه للكلام ده، سواء تكلفه الفلوس اللي انت هتدفعها عشان تأجر شقه تقعد فيها، او تكلفه اللوست اوبورتيونيتي، الفرصه الضايعه، اللي هي بمعنى ايه؟ بمعنى الايجار اللي كان هيجي لك من الشقه لو فضلت الشقه معاك. فيبقى يا ترى من العقل ان انت اول ما قررت ان انت تبتدي المشروع تبيع الشقه وتبيع الارض وتبيع العربيه وتجهز الفلوس كلها كده من اول يوم، مشروع هيقعد سنه، سنه ونص، سنتين تشتغل فيه، كل الفلوس تبقى قاعده جنبك كده من اول يوم؟ طبعا لا. اوكي، طبعا بالاضافه الى ان بعض الناس بتلجأ للقروض. اوكي، القرض ده كله خسائر. اوكي، لكن بافتراض ان انت هتلجأ لقروض، القرض ده لما بتبتدي ان انت تاخده من البنك انت بتدفع عليه فوائد من يوم ما بتاخده ولا لا؟ اوكي، يبقى المفروض ان انت بتاخد قرض بكميه الفلوس اللي انت محتاجها دلوقتي، ولو في حاجه ممكن تتاجل بتخليها بعدين. قرض له تكاليف غير الفوائد، يبقى في حاجات تانية زي ان انت بتعمل تامين على القرض، بتعمل بتحط حاجه كولاترال اللي هي حاجه تضمن القرض، ممكن القرض بيبقى له مصاريف للقرض ده غير الفايده. اوكي، وما الى ذلك. فكل دي فلوس بتتحط وبتتحسب. فالنهارده يوم ما تيجي انت تبتدي تحط البادجت وتوزعها في الزمن، ابتديت تعرف انت محتاج فلوس قد ايه امتى. اوكي، اكشولي هترجع تاني اتريشن تانيه على البلان عشان تشوف ايه اللي ممكن تاخره في الاكتيفيتيز، عشان تاخر التكاليف بتاعته، عشان تقلل تكاليف التمويل بتاعته. اوكي، فهنا جانب بتاع التمويل ده برضه له ناس، المتخصصين، الناس اللي عارفه الدقائق بتاعه تكاليف وسائل التمويل المختلفه. عمليه بيع الارض مثلا، عمليه بيع حته الارض دي بتاخد وقت، ده اولا. ثانيا، في عمولات بتدفع للبروكرز او سوري كده بتدفع فلوس لسه مصر.
بما انك جبت كلمه بروكرز، يبقى انت لو عندك اساسا فلوس في اسهم في البورصه برضو، لما هتستغنى عن الاسهم دي وتبيعها، مش انت محتاج عايز تبيعها في اغلى سعر مش في سعر قليل، وفي نفس الوقت برضو بتدفع مصاريف بيع وشراء في الاسهم. يبقى المهم كل وسائل التمويل دي لازم بتتحط في الاعتبار، ويبتدي الراجل بتاع الفاينانسينج ده يدرس ايه احسن وسائل التمويل. احسن وسائل من ناحية ايه؟ هنا بقى دي بقى فلوس في فلوس. احسن وسائل التمويل اللي هي تقلل تكلفة تمويل المشروع. اوكي يا شباب، ودي زي ما قلت لكم دي عملية لطيفة جدا وفيري انترستنج على الاقل بالنسبة لي، لكن محتاجة دراسة ومحتاجة شغل كتير، فمش المفروض ان اي حد كده بيخش بالعافية ويفتح صدر ويقول لك اه لا انا اللي هحسبها وانا الكل في الكل. فافتكر دايما احنا مهندسين واحنا بنحب الهندسة وكل حاجة، والمهندسين دول ناس كويسين وكل حاجة، بس مش هم احسن ناس ولا حاجة، ولا هم اوحش ناس، هم ناس بيحتاجوا غيرهم وزي ما غيرهم بيحتاجهم، فاحنا كويسين في ذاتنا في اللي احنا بنعمله.